السلام عليكم. مشروع قانون مالية 2021 جاب زيادات غير مسبوقة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية اللي كتضمن الصحة، التعليم والتشغيل، على الرغم من النقص الكبير المسجل في مداخل الميزانية العامة للدولة خلال هذه المرحلة اللي كتعرف تفشي جائحة كورونا. وهذا الشيء كان صرح به رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة. وها كيفاش ميزانية التعليم أتعرف زيادة غير مسبوقة بأكثر من 4 ملايير درهم، يعني توصل في سنة 2021 إلى ما يناهز 76 مليار درهم. ميزانية وزارة الصحة حتى هي أترتفع برسم مشروع قانون مالية 2021 وغتوصل حوالي 23 مليار درهم. أما بالنسبة للتشغيل فسيتم الرفع أيضا من عدد مناصب الشغل العمومية المخصصة للقطاعات الاجتماعية لكي يوصل المجموع ديالها إلى حوالي 40 ألف منصب شغل، من بينها 17 ألف منصب التخصص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و 20956 منصب الباقي القطاعات الوزارية، منها 5500 منصب لقطاع الصحة.